بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الشهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. مساء الخير على حضراتكم جميعا، رمضان كريم علينا يا رب جميعا في كل أنحاء العالم. بنهني حضراتكم يا رب، يكون شهر كريم علينا جميعا ودعائنا يكون مستجاب وكمان صيامنا. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الفل عليك، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك وعلى أهل بيتك وحبايبك وجيرانك والمنطقة اللي انت فيها كلها. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، يعني أجمل أيام السنة على الإطلاق، أحب الشهور للجميع، لرب العالمين وللعباد. شهر رمضان، كل سنة وكل حضراتكم طيبين، ربنا يتقبل من الكل يا رب إن شاء الله صالح الأعمال وصيام الجميع وقيام الجميع، وإن شاء الله تسعدوا معنا 30 ليلة من ليالي رمضان. خلينا بقى نعرف الناس البرنامج عبارة عن إيه في البداية. خليني أقول لحضراتكم البرنامج هيكون يوميا في رمضان من الساعة 10 للساعة 12 مساء، وهيكون يعني بيقدمه كل الزملاء بالقناة. إحنا هنكون مع حضراتكم أنا وكريم كل يوم اثنين يعني من كل أسبوع، لكن النهاردة بس استثناء، حبينا نكون مع حضراتكم في أول حلقات البرنامج. إن شاء الله هتكون فقرات مميزة والضيوف مميزة وكمان أخبار كتيرة جدا، وبإذن الله يكون يعني برنامج ناجح جدا مع حضراتكم، لأن أكيد إحنا دايما بنكون حريصين إن إحنا نقدم شيء بيليق بجمهور دايما الأهل.